مفيد والجد سعيد. بودكاست بطابع درامي يناقش القضايا الاجتماعية، يعده ويقدمه لكم جلال الدعري في دور مفيد، وطاهر الزهيري في دور الجد سعيد. عالماشي في سوق المواشي. شارك في هذه الحلقة أحمد محمد حميد وأحمد المعاين وزكريا حجر. أسعد الله أوقاتكم أعزائي المستمعين أينما كنتم وأينما اتجهتم وكيفما كنتم. أها أينما كنتم وحيثما وليتم واتجهتم وسبتم وتمتمتم. ما عليك يا بلدي لكثرة الخبر اختصر وهات للناس المفيد. انت عارف ان خير الكلام ما قل ودل. حاضر يا جد، انا ما بالله قلت اول حلقة اعمل مقدمة طويلة تكون ترحيبية حلوة، لكن ولا يهمك. اعزائي المستمعين، معكم انا مفيد والجد سعيد، نناقش ونعرض عليكم كل ما هو مهم ومفيد. وسعيد لا تكون تنساني. أكيد يا جد سعيد أكيد، فأنت المرجع والخبرة والرأي السديد. إسلام يا ولدي إسلام، هذا هو الجيل المتعلم المؤدب الجديد. خلينا نتكلم اليوم يا جد سعيد عن العيد. نتكلم ما لو نتكلم ونخرج الشارع ونشوف الناس ونشوف أجواء العيد. أكيد، ونشوف أحوال الناس ونسمعهم من قريب. هيا يا جد، وين نبدأ؟ يا جد، جد سعيد، ما لك مطنن؟ لحظة، نشوف ايش هذه الزحمة؟ ليش الناس مجتمعين هنا؟ ها؟ تعال نشوفهم. حق يا اخي، حق انا اعرف من شكله ولونه وصوته، انا اعرفه يا اخي، بحق الله. كذاب و60 كذاب كلها متشابهات، وبعدين لو كان حقك انه عندك 65 يا اخي. انا مزمو عاد انا دقه مقعم قال على ولا انا جزء واصل اعمل علامه ولا لا تخمها. انا اعرف حقي، حقي عادي طويل لا لنا مزمو الرازق اوكي بدل الرازق هذا الحمد لله. ها ها هذا يا اخي، هذا الجنا اتقاتلوا على الاشغنام. ايوه ايوه اشياء حاج، هذه مش لعبه، هذا شيء شويات. وكم يطلع شعره يعني على كل هذه المشاكل؟ اقول لك مزمو يا حاج، هذا ب 160 الف ريال ينطح لي رزق امره. هو 60 سريع، انا ب 60 ب 70 ب 80. يا الله مولي يقولوا يا ولدي يا مفيد، نورني بالمفيد يا مفيد. أيوة يا جد، أيوة أسعار رأس الغنم والكباش فهو علينا 60 ألف والمائتين الله الله، لوين وصلنا يا جمال؟ أي كل هذا الغنى والجنى؟ يعني على هذا الحال بكم حيكون الرأس البقرين؟ عمو المو عمو المو يا حاج، صلى على رسول الله. تمام، انت الا انوي وانا ادي لك مزمو حسن ذبيح فقري جميع ولا ثور على مستوى. تمام، من هذا 700 ألف لا الثلاث مليون حسن ذبيح ولا يهمك انت لا جيب مزمو. نقول لك انت تعال بعد يا حاج، يا زعم اني مدى ما هو بثلاثة مليون. جي عندي انا ارخص واسمن واضمن وبلدي مش مستورد ولا بربري. ها حاج طبيعي يرتعد، مش مشتاء ولا مغشوش مثل اصحابنا. جي عندي بس يا حاج كم اشتايك خرج بيس. ولا سعال يا ولدي حتى الحد بدأ يحرق عندنا هرب ما هو ليش في مخصوص والد الله يخالفنا. ما هو أمان للأشعر هذه قد احنا مشكلين لها مزرعة. يا جد هذه الأسعار حقية ويعلم الله لوين أتوصل مع الأيام. مش مملوح مش مملوح يا حلوة يا حلوة. من كان يتخيل انه عن كل هذا الموقف والاسعار توصل لها؟ انا مالي قلب. يا جماعه خلاص خلاص
يا جماعة خلاص أنا أقول لكم إيش الحل الأسهل والمختصر لجلوس كاميرات الحنارة والمحلات المجاورة. أيوة بس اتقوا الله، إحنا بأيام مباركة بدل المشاكل والمخاصمة. لبوا كبروا هللوا الله أكبر، اتقوا الله، صالحوا سامحوا تعايشوا. هيا يا جذيع، هم عيسدوا ويبان الحق والكذاب المفتري مفضوح. لا قل لي يا ولدي، كيف خليتهم يقتنعوا ويمشوا بعد ما قلت الكنرات هذه مدري ما هو؟ انا ما افتهم لي، ما شاء الله عليكم من جيل مبعثس. دالحين يا جد احنا مو عن ضحي هذه السنة، ما رأيك نشتري دجاج كبير ولا ديك فقير؟ يا ددي ويا ديكي يا ولدي، الاضحية الجائزة تكون من الغنم ولا البقر ولا الإبل، ويفضل أن تكون من الغنم، ما تجوز في غير هذه الأنواع الثلاثة. خلاص نبصر لنا غنمي صغير نحيف رخيص. لمو يا ولدي لمو، أنت تشتري أنه يستحب من المضحي اختيار الأضحية السمينة. هذه شعائر الله، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المهم لا ننسي الحابل والسكين يا جاد، ولا بمعنى سكين قديمة بالبيت، ما عبش دعي السكين. كيف هي يا ولدي السكين؟ حد حد الله بيني وبين الحرام. يعني ما لها شيء. لا يا ولدي يا ابني، ضروري تكون حد، ملتها وحنا نبردها نسمنها نحدها، ولا شلينا واحدة جديد حد. يا جد لو تشوف كيف يعملوا الذبائح وكيف يعاملوهن ويذبحوهن ويعذبوهن. حرام، ما يصلحش يا ولدي، يستحب أن تساق الأضحية إلى الذبح يعني بلطف وحنية، وما يصلحش العنف ولا الشدة معها ولا الخوف. يا ولدي يستحب أن تحد السكي قبل الذبح وبعيد عن الأضحية لعدم تعذيب الأضحية أثناء أو قبل الذبح. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا الخبر، وحثنا على الإحسان في كل شيء، وقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم سفرته وليرح ذبيحته. يا ريت يسمعوا ويفهموا. خلاص يا جد، ما رأيك نضحي هذا العيد بجمال إبل يعني ونذبحه؟ ضحكتني يا ولدي، الجمل هذا الإبل ينفع نضحي بصح، بس ما ينفعش يذبح ذبح، اللي يذبح الغنم ولا البقر. بعدها يستحب أن تذبح وهي مضطجعة على جنبها الأيسر، لأن ذلك أرفق. أما إن كان يعني جمل ولا من الإبل فتنحر وهي قائمة مع ربط ركبتها اليسرى، استدلالا بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. هذه معلومة جديدة علي يا جد، أنا كنت أعرف أنه تذبح الأضحية على القبلة ويوم العيد وخلاص. لا يا ولدي مش وخلاص، بعد حتى الأضحية عد لها وقت، يعني من بعد صلاة عيد الأضحى. وإذا ذبحت قبل الصلاة؟ ما عدش أضحية، ما تعتبر أضحية، وقت الأضحية هو يوم العيد من بعد صلاة عيد الأضحى وأيام التشريق. أيام التشريق اللي هن يومين أو ثلاث. قال الجمهور من العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة بأن وقت الأضحية هو يوم العيد ويومي التشريق، أما الشافعية فقالوا بأن وقت الأضحية يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. لكن يا ولدي يستحب المبادرة بذبح الأضحية بعد دخول الوقت باتفاق الأئمة الأربعة، لما في ذلك من المزارعة إلى الخير، ومن باب سرعة الإقباء والاستجابة لضيافة الله عز وجل لعباده. يعني نعجل نذبح ونسلخ ونقطع ونطبخ ونأكل. لا 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 يا ولدي، ما لك مستعجل؟ مش قلنا ما نعذب الأضحية ونحدد السكين ونبعد من رؤية الضحية، وأيضا ما نذبح الأضحية جنب الأضحية وهي تشوف، يعني نكمل هذه السنة الجميلة، ما نقطع الأضحية ولا نسلخها إلا بعد أن تسكن ونتيقن إنها ماتت.
يلا يا جد قد طولنا الهدرة ما شاء الله عليك انت لو من يفتح لك الشريط ما شاء الله ما توقف لكن كلام حالي المهم دحين خلينا نشتري الأضحية ويوم العيد نضحي ونذبح ونأكل اللحمة وتكون أيام دسمة اللحمة عليك يا ولدي اللحمة مش لحالنا يا ولدي ضروري نوزع ونتصدق لأنه الله سبحانه وتعالى قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير جد ذكر خلينا نحلق ونعم قبل العيد لأنه ليلة العيد زحمة أنا أضحي والمضحي يا ولدي يكره له أن يحلق من شعره أو يقلب أظافره الله يحفظك ويجزيك الخير يا جدي ويخليك لنا خلانا يا جد نختم الحلقة لليوم وأغلق التسجيل وبهتغلق لأيدي المهم ها قل لهم هؤلاء المستمعين كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية وينعد عليكم إن شاء الله بالخير والسعادة